فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بخاتم التسبيح؟ ايش خاتم التسبيح؟ خاتم حفظك الله ظهر الآن يلبس ويعد به التسبيحات. لا، هذا صدر في فتوى من اللجنة الدائمة بمنعه، صدر فتوى بمنعه. التسبيح يعقد بالأصابع، هذا أفضل، أو يجيب حصى بعدد التسبيح يسبح بالحصى كما فعلت جويرية أم المؤمنين، لا بأس بذلك. أما خاتم أو عداد ما يصلح هذا. نعم.